ما نقدروش نكونوا كما قالوا نتوجهوا الى انعاش اقتصادي والى مرافقه رغبه المتعاملين في الولوج الى في ولوج اسواق خارجيه، ونحن بهذه الطبيعه الاداريه وبهذه العقليه الاداريه في استغلال منشات اقتصاديه وصناعيه بحته وتجاريه بحته. كل ما وانا في العالم، كل ما طال في العالم تعمل 7 ايام على 7 و 24 ساعه في اليوم. يعني الحاويه يعني من غير المعقول انها تقعد اكثر من 24 ساعه في الميناء. احنا نشوف الميناءات في الجزائر كل الموانئ تعمل 4 ايام في الاسبوع. اقصى درجه 5 ايام في الاسبوع 8 ساعات، بعض الاحيان 6 ساعات، عندنا كل معطيات من احسن. هذه الذهنيه لازم تتغير. هذه العقليه لازم تتغير، لازم نسايروا واش راه موجود في الخارج. من غير المعقول ومن غير المقبول من هنا فصاعدا ان الموانئ الجزائريه والمرافق المينائيه الجزائريه يعني تعمل هذه العقليه الاداريه. لازم نتجاوز هذه العقليه هذه، ولازم كل مرافق تعمل 7 ايام في الاسبوع و24 ساعه.